من أين والسلام والأمل الجديد؟ ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة لفرحة العوائل والجهود التي تبذلها قوات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات نينوى لتأمين الأماكن السياحية والمراكز التجارية التي تشهد إقبالا واسعا بسبب الأمن المتحقق. ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة. هاي اول مره تطلع سفره اول بعد داعش اي والله ان شاء الله دائما تطلع الله يبارك فيك تفضلكم يلا بش حقيقه بعد عمليات تحرير منطقه الموصل من دنس داعش الارهابي بدأت العوائل بالعودة إلى مناطق سكناها. حاليا مثل ما تشوفون المرافق السياحية بالموصل منطقة الشلالات الأمور طبيعية جدا، الناس مرتاحة، أكو تعاون ما بين المواطنين والأجهزة الأمنية، الحياة طبيعية جدا، ونسأل الله أنه يستمر بهذا الوضع. ولولا تعاون المواطنين ما وصلنا للي وصلنا له ولما كانت الحياة طبيعية. أكو تعاون وأكو ارتياح جدا من المواطنين مع الأجهزة الأمنية، أكو تعاون ما بين المواطن وما بين الأجهزة الأمنية، وأكو تعاون وتفاهم ما بين الأجهزة الأمنية مختلف صنوفها. أنا لقيت قسم من الأشخاص من المحافظات الجنوبية من الوسط، هذا يدل على أنه الأمن والحياة الطبيعية بمحافظة الموصل، وهنا إحنا هذا اللي نريده إن شاء الله، ونطمح أن تكون بعد أكثر. والقوات الامنيه والامن والامان ما شاء الله، الفرحه هاي على وجودنا وابتسامتنا ما تنوصف، وما شاء الله يعني فرحه ما تنوصف ابد، فرحتنا يعني ما تتوقع اشقد، ومكيفين حيل مكيفين الحمد لله والشكر، ان شاء الله دوم نظل هيك كنا فرحانين. الفرحة اليوم ما توصف، وسواعد الأبطال الجيش العراقي والاتحادية والقوات الأمنية، اليوم الفرحة ما توصف، اليوم احنا جايين هنا نتونس منطقة الشلالات. اطمئنينا الحمد لله مرتاحين، والحمد لله مطمئنين على ولادنا اهم شيء، وعلى العراقيين اجمعين ان شاء الله الامان ان شاء الله يا يابا. نحمد الله ونشكر ابويا، نحمد الله ونشكر على الامن والامان بصايه الجيش والحشد وبصايتكم، ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله. بالنسبه للقوات الامنيه الناس ما مخلين قصور، ويعني نشكرهم على هاي الجهود، يعني بصراحه يعني ويا الكل ويساعدون الناس. الحمد لله والشكر، هاي بعض تحريرنا من ظلم داعش، هاي اول سفره نطلع لها، ونقول لكل العوائل اهلنا بالموصل كلهم يطلعون ويغيرون جو شويه يرفهون عن نفسهم رغم هاي 3 سنين الحصار اللي عشناها، وان شاء الله الامان يعم الامن والامان على العراق اجمعين من شمال للبصره. الفضل لله سبحانه وتعالى وبسواعد الأبطال من مختلف القوات الأمنية، وأيضا بالتعاون المنقطع النظير من أهلها
من أهل مدينة الموصل، ومن أقول مدينة الموصل أقصد المحافظة، يعني الله منعم علينا بالأمن، وإن شاء الله يا رب يستمر هذا التوفيق من رب العالمين. وإحنا دائما يعني نأكد على أبنائنا يعني بالقوات المسلحة على التعامل الجيد والطيب ومد الجسور بيننا وبين الأهالي، لأن هو الركيزة الأساسية للأمن بالمحافظة. نحن مستمرين بعملية تأمين الحياة والعودة الحياة إلى هذا الساحل، وإن شاء الله وكانت أيضا من بداية التحرير عادت إلى الآن، لكن الاستمرارية حركت كثير من المفاصل، بدأت الشركات والمدارس والجامعات والألعاب بدأ يعيد نشاطها بشكل ملحوظ، والآن الأسواق المركزية أكثر من سوق فتح في الساحل الأيسر، أيضا هنالك وجود الأقسام الداخلية اللي يحوي الطلبة من جميع محافظات العراق في هذا الساحل، وهذا يؤدي إلى نتائج أنه هنالك درجة الأمان عالية. رئة الموصل السياحية ومراكزها الاقتصادية تزهو بروادها بفضل الأمن المتحقق على يد قواتنا البطلة التي دحرت الإرهاب وأعادت البسمة والأمان لتلك المناطق وسكانها من شلالات الموصل، ليعلن وزارة الدفاع فائق العطواني.